يونس بولاقة الجامعة المغربية للمقاولة الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي بالمغرب ما شاركتش في هذيك السلسلة تاع الإضرابات اللي دعت لها مجموعة من النقابات والجمعيات المانية، علاش ما قررتوش ما تنخرطوا في الإضرابات؟ وشو ما معنيينش بهذ الزيادة في أسعار المحروقات؟ لا بالعكس أخي الكريم، نحن معنيون الدرجة الأولى ديال هاد الزيادة المتكررة ديال المحروقات. حنا أولا لم يكن لنا علم بهذ الإضرابات، ولما كانت اتصالات اتصلوا بنا بعض الإخوان يسألونا على هذه المسألة ديال الإضراب، فتفاجئنا ودرنا واحد الجمع عام مستعجل مع جميع الهيئات الممثلة لقطاع النقل الطرقي للمسافرين بالمغرب على الصعيد الوطني، وداو لنا هذه المسألة ديال الزيادة أولا في المحروقات، وثانيا هذه المسألة ديال الإضراب. فبعد واحد النقاشات مستفيضة قمنا بمراسلة السيد الوزير المختص اللي كيتبع له القطاع ديالنا، وشرنا له من هذه المسألة ديال الزيادة في المحروقات. وكما كتعرفوا حنا داخلين في واحد الحوار مع الوزارة ديالنا، وكان داولو عدة مواضيع، فارتأينا بأن الظرفية ما كتساعدش القيام بالإضراب. أولا يلا خرجنا من الأزمة ديال كورونا بعد واحد التوقف اللي دام تقريبا سنة ونصف بدون اشتغال أو اشتغال متذبذب، فقررت الهيئات الممثلة لقطاع النقل الطرقي للمسافرين بأن تريط على هذه المسألة ديال الإضراب، وتدخل في حوار جاد مع الوزارة الوصية اللي غتكون هي الواحد الانترميديار بيننا وبين الناس المسؤولين على الغازوال. ونحن ننتظر ومتريثون، وفي حالة عدم استجابة والقواعد ديالنا طالبتنا بهذه المسألة فسوف نكون وراء الإشارة. تشوف أنه كان من الأنسب يكون واحد التنسيق جمعوي ونقابي باش يتخرجوا بواحد القرار اللي هو موحد في مواجهة القضية على أسعار المحروقات؟ كيف كتعرفوا اخي الكريم، نحن جامعات او جمعيات مهنيه نمثل القطاع ديالنا، حنا ما اتصل بنا احد، وهاد النقابات اللي دعت الاضراب فحنا ما كان نساندوها من اجل هذه المساله اللي هي مهمه، ولا مستقبلا كانت شي توافق او تناسق بيننا وبين النقابات الاخرى فنحن مستعدون للقيام بهذه العمليه هذه. يعني المعنى هو ان غياب تاع التنسيق النقابي والجمعوي للجمعيات المدافعه على قطاع النقل الطرقي يؤدي الى عدم استجابه الحكومة لهذه المطالب ديالكم حسب ما تيقولوا مجموعة من المتتبعين. لا ما كيفما كتعرفوا هذه الهيئات اللي كانت دعات الإضراب ديال من أجل الزيادة في المحروقات هي تمثل قطاع سيارة الأجرة الكبيرة أغلبيتها. احنا القطاع ديالنا ديال نقل المسافرين لم يكن أي تنسيق، وحنا كما سبق لي وقلت لك أنهم مستعدين باش ننسقوا، لأن هذا الضرر هو يهم جميع أنماط النقل الطرقي. وبالنسبه لنا حنايا كهيئه ممثله قطاع نقل الطرق للمسافرين بين المدن مستعدون للتنسيق مستقبلا، يعني كان واحد التنسيق جاد واللي على اطرو غادي نخرجوا بمخرجات تؤدي بنا لاسترجاع الحقوق ديالنا. بالنسبه للغازوال المهني، البعض تيقول بانه هو المخرج الوحيد من اجل تجاوز المعضله على ارتفاع المتكرر لاسعار المحروقات. انتم المحروقات انتم في الجامعه واش تشوف نفس المنوال؟ لا هو فعلا هما هذه المساله ديال الغازوال المهني هي مساله صعيبه شويه، كما كتعرفوا الغازوال المهني باش نحتويو على هذا الامر ويقوم بالتزويد ديال الحافلات ديال نقل المسافرين فهو صعيب. كتبقى الطريقه هي اللي التي يجب ان تناقش مع الوزاره الوصيه باش نلقاو لها واحد الحل. كما كتعرفوا داخل الموانئ هناك غازوال مهني، ولكن هو مستوعب داخل الميناء وكاين محطات خاصه بهذا الغازوال المهني. نحن قطاع يشتغل لسنا عندنا واحد كيفاش نحتويو على هذه المساله هذه. هنا فين كاين المشكل، وانا متفق على الغازوال المهني مستقبلا ان شاء الله، كتبقى غير الطريقه اللي الدوله هي اليومين هذا لها اشكال فيها، وحنا مستعدين باش نساعدوها في هذه المساله ونلقاو واحد المخرج. بين المطالب الاخرى او الحلول اللي كانت وعدت بها حكومه السي بن كيران اثناء ارتفاع الاسعار او تحرير الاسعار المحروقات هي قضيه الدعم المخصص للمهنيين نقل الطرق، ما تشوفوش بان حال الوقت بالنسبه للحكومه تخلص الاستجابه لهذه الطلبات؟ فعلا نحن كما سبق لنا وتوصلنا بواحد المصفوفه من خلالها من طرف وزاره التجهيز والنقل، ومن خلالها وضعنا الأجوبة ديالنا للهيئات المهنية كنطالبوا من خلال واحد الدعم خاص بهذا القطاع اللي من ضمنه تجديد الحاضرة والتكسير وإعادة الحاضرة في التجديد ديالها، وهذا اللي غادي يرجع للمهنيين والوطن ديالنا بواحد الجمالية داخل المدن وبين الطرق. نحن
لحد الساعة ننتظر الإجابة ديال الوزارة، بيني وبينك هي تعطلات علينا، ما بغيناش تكرر نفس المسألة اللي كانت مع الحكومة السالفة. كنتمناو من الأطر ديال الإدارة باش يشتغلوا بواحد الجدية ويتواصلوا مع الهيئات المهنية حتى نوصلوا لبر الأمان، لأن التواصل والإطار التشاركي دائما يفضي إلى أشياء ترجع للمهني. إلا بقى هذاك الخيط ديال التواصل مقطع كما كان سابقا، فلا أعتقد بأن سوف يكون جديد بالنسبة لوزارة النقل واللوجستيك.